السلام عليكم. بعض الناس كيسولوني على شنو هي احسن ماركه تاع الطاقه الشمسيه وشنو هما الايجابيات والسلبيات تاع الطاقه الشمسيه. غنحاول نجاوبكم على هذه جوج اسئله في هذا الفيديو هذا. بالنسبه للسؤال الاول، انت احسن ماركه تاع الطاقه الشمسيه، انا شخصيا ما نقدرش نقول لك واحد الموديل معين، تسمى كندير اشهار. اللي غنقدر ننصحك به هو انك غادي تشوف واحد، خصنا حنا في المغرب هنا راه عندنا الطاقة الشمسية راه محسوبة على رؤوس الأصابع، يعني راه الماركات اللي كاينين اللي معروفين مزيانين راه محسوبة على رؤوس الأصابع. ما نقدوش نهضروا على وحدة ونقولوا وحدة أحسن من وحدة إلا بالثمن، يعني غتشوف الفرق ديال الثمن. أنا دائما كنمشي للحاجة اللي كتكون زوينة ورخيصة، هذه هي اللي عندنا حنا كنعرفوا دائما نقولوها. بالنسبة للماركة كيفاش دير تعرفها واش مزيانة ولا لا، دائما نسول على التاريخ ديال الشركة، واش الشركة بادية واحد 4 سنين هذه قبل، واش عندها شي ايجابي شي سلبيات، واش بانوا عندها شي مشاكل. هذه النقطه الاولى. زائد انك فاش بغيت ديرها دائما كتشوف كما قلت لك كتسوي على البياس دو شونج واش موجود، واش الثمن ديالهم رخيص ولا غالي. ملي كنقولوا بياس دو شونج شنو كنقول؟ هما لي بلاك سولير والريزيرفوار، هادو هما اللي يقدروا يوقعوا في المشاكل. اما بالنسبه للريزيستونس، الريزيستونس كتلقى تاي خصك تسول عليها، حتى بعض الموديلات كاين عندهم واحد الريزيستونس ماشي ادابتابل مع كلشي، يعني كاين الريزيستونس اللي ادابتابل مع جميع لي موديل، وكاين الريزيستونس اللي كيجي خصك ضروري ديال ديك الماركه. هادو هما ثلاثه النقاط خصك تبازي عليهم. تسول على الشركه الكارير ديالها، وتسول على البياس دو شونج ديالها، وتشوف فوقاش بدات هاد الشركه، واش كاين شي ريكلاماسيون عليها. يعني هادو هما الاسئله اللي غتسول عليها الناس، وتسول يعني غتلقى إذا دخلتي اليوتيوب ولا جوجل راه تلقى عدد ديال هاد المواضيع هادو اللي كيهضروا على هذيك الماركه اللي انت باغي. مثلا بالنسبه للايجابيات، حنا نهضروا على السلبيات. السلبيات اللي غنقدر نقول لك هو عند الايجابيه اكثر، السلبيه ديالها هو ان الثمن ديالها غالي، يعني كتبقى باش انفيستي واحد الثمن في الاول كيجي شويه قاصح باش دير واحد الطاقه شمسيه. من غير هذه هكا ما كنقول ما كاينش شي سلبيات. لي زومبان ديالي الا كانت ماركه كما قلت لكم ماركه مزيانه راه تكون مهنيه لي زومبان، مع العلم ان كيكون عندها واحد الضمان نتاع مثلا البان يقدر يكون 8 سنين، ريزيرفوار كيكون واقيلا 5 سنين، هذه بعض الشركات هادشي اللي كيديروا. هذا هو اللي غنقدر نقول لك انايا. والضمان كيختلف من شركه لشركه، يعني ما نقدرش نقول لكم انا كل شركه شنو شحال كتدي ديال الضمان ديالها. بالنسبه للايجابيات كما كنقول لكم، راه كتعرف بان كتوفر لك الماء السخون على طول العام، بحكم ان المغرب المناخ ديالو كيكون فيه الحراره، كتكون الشمس دائما موجوده، بعض الاحيان كتكون القضيه مغيمه والبرد، وكيكون خاص فيها ريزيستونس باش كتكمل بها الحراره ديالها. لا ريزيستونس ديالها كتحاول انك ما ديرهاش دائما غير في الشرط عليها، حاول ما تبقاش ديرها في درجه الحراره تاع 50 او 60 دوغري، حاول ديرها غير في 40 دوغري، باش دائما كتبقى تكمل لك غير 40 دوغري باش ما كتكونسوميكش الضو بزاف، باش راه كيكون فيها هذه كتكونسومي 3500 واط. هادو هما الايجابيات ديالها، والسلبيات ديالها كما قلت لكم في هذا الفيديو هذا. كاينين بزاف د الماركات اللي كيكونوا كيتواصلوا مثلا معايا كيقول لك اننا عندنا طاقة شمسية الثمن هذه، وغنعطيك واحد الكوميسيون ديالك اللي تقدر تكون 1000 درهم او 2000 درهم، شكرنا الطاقة الشمسية ديالنا مثلا. انا ما نقدرش نقول لك نشكل لك واحد الطاقه شمسيه وانا عارفها يلاه باديه غدا من غدا يهبط الريدو. انت يوقع لك مشكل في ريزيرفوار او في بانو تبغي تبدلو، تعيط لهم تلقى ما كايناش ديك الشركه، وراه وقعت بزاف ديال الناس. يعني كيولي كيحطم لك الكارير ديالك على ود انك تطبعتي على واحد شويه ديال الفلوس تاع 1000 درهم ولا 2000 درهم كتمشي في السمعه ديالك، وكتولي انت كتضيع الكليان ديالك، كتضيعو بانك شكرتي ديك الماركه. هو قال لك هو تقفيك. انا مثلا الا قلت لك واحد الماركه اللي نعرفها مثلا مزيانه، راه مزيانه ماركه عيانه، راه نقول لك راه ما كنعرفهاش، وتخاف في البياس دو شونج ديالها. لهذا كما قلت لكم، اي واحد كان عنده تساؤل على هذه القضيه نتاع بانه باغي يعرف احسن ماركه في الطاقه الشمسيه، يقلب على الكارير ديالها، يقلب على واش عندها الناس اللي جربوها واش كانوا بان عندها شي مشاكل. اذا كان عنده شي معلم كونفيونس كيثق فيه يقدر ينصحو يقول له مثلا شكون هي الماركه اللي مزيانه. وكتبقى الماركات كما قلت لكم في المغرب راه معروفين على رؤوس الاصابع، يعني اي واحد بغى شي ماركه اللي مار شي ماركه نتاع الطاقه الشمسيه، حنا راه كيكتبوها لي في الكومونتير. ما نقدرش نعطيك واحد السميه على سميه على ود الاشهار. كنحاول دابا الكليان ديالي كنصحونا بماركات اللي كنعرفهم انهم خدامين مزيان. لهذا اي واحد عنده اي تساؤل دائما حاول تخلونا في الكومونتير،
حنا غادي نحاول نعاود نتواصلوا معكم. بالنسبه اللي بغى يتواصل معايا في الانستغرام بلومبي مهدي نحاول نجاوبك. كاين اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب بزاف، راه ما نقدرش نجاوب اي واحد، كنكون خدام يعني دابا حاليا. دابا اللي كنصور هذا الفيديو هذا غادي مود افيون باش ما كيتقطعليش قوه لي زابي اللي كيجيوني. كتلقى الواحد كيتصل بيا باش يسولني كيفاش نهادي وكيفاش هادي وكيفاش هادي باش نجاوب. الا كان واحد ولا جوج في النهار ولا ثلاثه ماشي مشكل، ولكن راه العدد راه 20 حتى 25 حتى 30 واحد في النهار، زائد الواتساب زائد هادي. دائما خليو لي الميساجات في الانستغرام نقدر نتواصل معكم، وان شاء الله نحاولوا نتوفقوا باش نجاوبوا اي واحد في اي تساؤل ديالو. اللي عنده دائما اي تساؤل يخلينا في الكومنتير، ونتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم.